ما تجمد بقى يا عم سيف في ايه؟ ما احنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابيه كمان، ما عملناش زيك كده. ده وانا صغير لما ابويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوى في وشي. ليه انت ابوك كان ياجوج وماجوج؟ لا بس كان بيعلمني. هاني ايوه خد الجواب ده ادي لبابا وماما في السعوديه. ايه ده؟ انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح شبيه الريح. يا عم سيف ايه؟ فيش ولا كلمه باينه، الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام، هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني. نكتبه تاني؟ اكتب عندك يا هاني. قول. ابي الحبيب ام الغاليه اصيل ابكي انزف واموت وتعيشي ضحكة مصر. لا وحياة خالتك، انت ما اتضربتش بالنار وانت بتحرس الحدود، انت اتضربت بالنار وانت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق، انت اللي خليتني اعمل كده، انا ما كنتش عايز. انت حرامي. ما تفكرنيش يا انت حرامي، وده مصير كل خير. انت روح، انا ما كنتش عايز اروح. ايه يا واد قاعد بتنكب فيك ليه؟ قوم من هنا. بيخطرف من الرصاص. معلش يا حبيبي استحمل شوي، انا هطهرها لك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا خالتي، هو انت ليكي في التمريض؟ ايوه وعندي كمان الطاقه. انت كمان خريجه التمريض؟ لا كنت جايباها عشان شهر العسل. النبي انت اللي عسل. طب يا فالح هات السكينه دي من جنب. هتجيب السكينه ليه؟ هتعملي بالسكينه ايه؟ متخافش، شاك الدبوس. شاك الدبوس؟ لا انت هتغزني بالسكينه وتعملي الطلقه كده وتنط في الميه صح؟ وانا متبت شن؟ ايه الفيلم الهندي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش. سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جت سليم. انا هطهر له الجرح بشويه كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا كولونيا بتحرق، بنشطشط لي الجرح. معلش يا سيف استحمل كل ده عشان مصلحتك، وبعدين انا جنبك. هاتيلي الصينيه دي من وراك. نيلي خليكي جنبي ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه؟ هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي، هنعد 1 2 3 عشان خاطرك هعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا تحرقك ولا اي حاجه. يلا يا صباح. طب استني اغمض عيني. غمض. يلا نعد 1 2. ايه يا واد في ايه زرعتني؟ انتوا خمامين كلكم، انتوا كذابين كذابه. عشان قلت لها تعد 1 2 3 عديت 1 2 بس ورشيته. انت خمامه يا خالتي صباح، خمامه. يعني لو كنا عدينا لتلاته ما كانتش هتحرقك. يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك سلامتك سيف، وريني الجرح كده. اقبل. مالك يا واد عامل كده ليه؟ بتحرق قوي، مشتشتة قوي. انا مش قصدي على الطلقه يا خفيف، انا قصدي مالك مبهدل نفسك قدام البت نيلي كده وسايب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش، مش صديقه، صديقه وبسعاده. انت بتسرح بيا يا ولا؟ فاكرني تلميذة بتشتغلني؟ خدت رصاصة في كتفك عشان صديقة؟ امال ايه؟ انت بتحب نيلي يا ولا؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات ديت، انا ماليش في الحاجات دي، انا مركز في دراستي وابحاثي، لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي. مالكش في الحب؟ انت فيك حاجة يا ولا؟ فيا ايه؟ لا بقولك ايه؟ خد صباح انا كويس وزي الفل وكده. طيب ما دام انت كده بقى انا هقول لك الكلمتين اللي فيهم الخلاصه. قولي. البت نيلي دي قويه ومستقويه ومناخيرها في السما، بس كل ده على الفاضي. عامله زي الفرسه الجامحه وعايزه الخيال اللي يحكمها. ايوه يعني اخد كورسات ركوب خيل في نزله السمان يعني، ولا اعمل ايه؟ لا يا روح امك، عايزاك تمسك نفسك كده وتشد روحك، ما تبقاش يعني لا مؤاخذه كده. لا مؤاخذه ايه؟ خالد صباح لا مؤاخذه، قلت لك انا كويس وزي الفل وكده، انا كده. طب كويس يا اخويا انك كده.
طب بقى لا مؤاخذه اتكل انا على الله واسيبك تستريح وتفكر لك شوي. خالت صباح دي طلعت صيعه صيعه. ايه شريهان انت لسه متضايقه؟ ولا متضايقه ولا حاجه. هتضايق على ايه؟ ما حياتنا زي العسل اهي، وعم دهب اخد العقد والفلوس راحت وشكرا. انت ليه مستسلمه كده؟ بقولك كل حاجه راحت يا نيلي. مفيش حاجه راحت. ازاي يعني؟ انا عارفه انا بقولك ايه، مفيش حاجه راحت خالص. ممكن بليز تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جيمز. مش عايزه اتخيل اصلا. شوشو، ها هاتي لي كوز ميه عشان الشطافه ضعيفه ومش طايله. لا يا هاني مكسله، قوم بلي منديل. انتوا ازاي مقرفين زي بعض كده؟ انا هرجع. شوشو، ها مش لاقي مناديل، بس في فوطه جنبي قابلها. ماشي، بس عينها على جنب عشان محدش يستخدمها. بس قرف يا حيوان، انت مالكش دعوه بالفوط اصلا. انتوا ازاي كده؟ ايه البت الاوفر دي؟ هو هيمسح بيها وشه؟ بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد سعادتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو. يكون شيء بدله الاصلي بواحد فالصو بصنعه لطافه بخفه يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ اه صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ اه صحيح. هذا اللي مجنن انه احنا عارفين العقد فالصو. بيسرقوه ليه؟ اه صحيح. انت مفيش وراك غير اه صحيح اه صحيح. اخرس خالص، مش عايز اسمع اه صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو، ايوه نيلي، عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع، تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه الوقت متاخر؟ اه صحيح. اه طيب بكره فين؟ في المرسم. ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مؤاخذه الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم دهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض، احنا عندنا شويه معلومات واللغز، حضرتك عندك شويه معلومات بلس العقد. فاحنا نظبط الحاجات كلها على بعض، وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده، بس اللي اوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور، عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ وات ايفر يعني. وبعدين اوكي، حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا، ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد. ده اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها، هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا؟ مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفوقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش، بس استني اما اتاكد. بس اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير. قالت له ماشي، وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش، ووصل الراجل تاني. الراجل: انا جاهز يا جده بطه، احضرت النقود معي. الجدة بطة: وأنا لا أجد ما أقول لك، لقد ضاع العقد فجأة ولم أجده. الرجل: أوه إنها خسارة كبيرة، لقد وعدت زوجتي أن أهدي هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسامينا، ماذا أعطيها الآن؟ فلة وياسمينة؟ الجدة بطة: أنا في قمة الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وارقام. اه يا بنت، ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالصو. مغزى ختم فالصو ازاي؟ الحاجات الاصليه بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضحك. انا قلت حاجه؟ انت امبارح مش قلت كده؟ والفالصو له ختم برضه يا احمد. لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعه هي الحروف دي ايه اصلا؟ زاد ب، بس مش عارفه اقرا الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين.
وريني هاب الاختصر. صاد ايه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد به 717. ايوه يا جماعه، صاد به ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد به 717 ده نمره العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح، وكان في عربيات ليها ارقام. حمار انت، انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه ضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري. بربورك صابون بالموليف. يكونش صندوق بيره. سمك بوري. لا يا جماعه استنوا استنوا، انتوا بتهروا في ايه؟ صاد به اختصار صندوق بريد. اه صحيح، صاد به طول عمره صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى، مع خلاص عرفتينا صندوق بريد. انا قلت اجتهد. لا ما تجتهدش يا جماعه. يا جماعه صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير، عارفه؟ اه شريهان، you look very stupid. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ اه صحيح. سيبك من عم دهب، دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي، هنكلم دليل التليفونات. اه صحيح. معلش يا عم دهب، تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ شوفي تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شهور. ما تاخدي التليفون بنت عمك اهرب لك. ايه اصيل يا عم ده، هاتي هنيلي التليفون. حركات رخيصه قوي، خد يا بنتي. الو السلام عليكم. ايوه لو سمحتي، عايز اعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكونش سكر بر. بر ايه وخلاص؟ خلاص يا ابني انا قلت اكتئب. ما تكتئبش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه خلاص. فين؟ مكتب بريد الحلميه الجديده. شكرا، السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت، خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بترقص.